السلام عليكم. ستشاهدون اليوم أشياء منزلية متواجدة في كل بيت مغربي. أولا، غرفة الضيوف أو الصالون مزين بأفخم الآثاث والزرابي، ممنوع على أصحاب البيت، للضيوف فقط. ثانيا، الطاجين الذي لا يستغنى عنه في كل بيت مغربي، والذي قد تجن والدتك بسببه إذا كسرته. ثالثا، قالب السكر على شكل توربيد، ويقال أنه استعمل في الحرب العالمية الأولى من قبل الجيوش الألمانية. رابعا، الشاي أو آتاي باللهجة المغربية، والذي قد تجد طنا منه على الأقل في كل بيت. خامسا، إبريق الشاي أو البراد على أشكال وأنواع مختلفة حسب المناسبة، والذي يعد أهم شيء في المنزل المغربي. سادسا، صحن مزركش يطلق عليه تبصيل الطوس، والذي يستعمل في المناسبات والأعراس، وقد تجد اسم والدتك عليه عندما تعيره لجارتكم. سابعا، المهراز أو المكسر ومفرتت كل شيء صلب، والذي قد يستعمل ضدك في أي لحظة. ثامنا، أكياس الحمام لتقشير الجسم عند الاستحمام، ومخلصك من قلقك وعفانتك. تاسعا، عارضة الأواني أو الفيترينا، والتي تحتوي على أواني منزلية بجودة عالية لم تستعمل ولن تستعمل أبدا، وكابوس كل فتاة عند التنظيف. ترى ما هو الشيء الذي يوجد في بيتك ولم يذكر في المقطع؟ شاركنا إياه في التعليق. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.